السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأكاديمية السعودية اللوجستية بتعلن عن بدء التسجيل في البرامج التدريبية المبتدئة بالتوظيف بعدة تخصصات في المملكة العربية السعودية. بتعلن الأكاديمية السعودية اللوجستية عبر حسابها الرسمي عن بدء التسجيل في برامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف في 8 تخصصات تدريبية. البرامج: إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، التجارة الإلكترونية والميل الأخير، إدارة المخازن، التسويق وخدمة العملاء، تشغيل الموانئ، المشتريات، وسطاء الشحن، التخليص الجمركي. الشروط: الواجب توفرها في المتقدم أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80%، درجة اختبار القدرات لا يقل عن 70%، إجادة اللغة الإنجليزية، ألا يتجاوز عمر المتقدم 26 عام، أن يكون لائقا طبيا ويجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف. المزايا في هذه البرامج: مكافأة شهرية لا تقل عن 2000 ريال خلال فترة التدريب، الحصول على شهادة دبلوم مشارك، الحصول على وظيفة في قطاع إحدى الشركات القطاع الخاص عند البدء بالبرنامج، عقد وظيفة ومسار مهني واعد عند البدء بالبرنامج. مزايا وحوافز تنافسية: تطوير وتدريب مهني في أفضل من أفضل الخبراء والمدربين، التسجيل متاح لكلا الجنسين. مدة الدراسة 12 شهر يتضمنه تدريب على رأس العمل. بداية الدراسة 8 سبتمبر 2024. مكان الدراسة: ستقدم الدراسة بشكل حضوري في مدينة الرياض أو جدة. التقديم متاح من يوم الثلاثاء بتاريخ 19/12/1445 الموافق بالميلادي 25/6/2024. يستمر التقديم حتى يوم السبت بتاريخ 16/1446 الموافق 20/7/2024. الشروط كما ذكرنا: ثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80، لا يتجاوز العمر 26 سنة، اختبار قدرات لا يقل عن 70، يكون لائق طبيا، لم يسبق دعم تنمية من صندوق تنمية دعم الموارد البشرية، أن يكون مجيدا للغة الإنجليزية. والمزايا كما ذكرنا سابقا: التخصصات: إدارة وسلاسل الإمداد واللوجستيات، التجارة الإلكترونية والميل الأخير، إدارة المخازن، التسويق وخدمة العملاء، تشغيل الموانئ، المشتريات، وسطاء الشحن، التخليص الجمركي. دي الصفحة الخاصة بالتسجيل. في البداية ادخال المعلومات الشخصية، ثم اضغط على التالي ينقلك الى المعلومات التعليمية، ثم استكمال المعلومات التعليمية، اضغط على التالي ينقلك الى معلومات التواصل، رقم الجوال والبريد الالكتروني وغيرها من معلومات التواصل. في البداية تقوم باختيار احد البرامج، ثم بعد ذلك اختيار الفرع، ثم الاسم باللغة الانجليزية. تقوم هنا بكتابة الاسم الاول فقط، ثم الاسم الثاني، ثم اسم العائلة باللغة العربية. الاسم الأول هنا فقط باللغة العربية، الاسم الثاني الاسم، العائلة، رقم الهوية، ثم اختار الجنس، جميع البيانات التي عندها نجمة حمراء هذه إلزامية، مصدر إصدار الهوية تقوم بالاختيار من هنا، مكان الميلاد، تاريخ الميلاد، المنطقة تقوم باختيارها من هنا، ثم اضغط على التالي ينقلك إلى الصفحة الخاصة بالمعلومات التعليمية. تقوم باستكمال المعلومات التعليمية بكل سهولة، ثم اضغط على التالي ينقلك إلى معلومات التواصل، ثم إرسال البيانات الخاصة بك، وبذلك تكون قد سجلت في الأكاديمية السعودية اللوجستية. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق.